الموضوع اللي هنتكلم فيه بيتكلم عن الست العذراء في المزامير. الست العذراء في المزامير ازاي تقود النبي آلاف السنين قبل مجيء الست العذراء وولادها وقبل مجيء المسيح. اتنبأ بحاجات كتير جدا جدا، اتكلم في حاجات كتير جدا جدا عن حياة العذراء وعن سيد المسيح وبلاده وحياته كلها. سفر المزامير مليان روايات، روايات كتيرة جدا 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 بتحكي بالتفصيل، بتحكي عن حياة السيد المسيح بأدق التفاصيل. وعشان كده دايما في قراءات الإنجيل كل أسبوع أو كل يوم في الإنجيل بتلاقي فيه مزامير موجودة فوق، وتبقى تتنبأ أو تتكلم عن الموضوع أو تتكلم عن حياة السيد المسيح. المزامير بتتكلم عن حاجات ما تنفعش تتقال إلا على السيد المسيح. حتى السيد المسيح نفسه لما كشفت مع الفرسيين وكتب في مرة السيد سمعين كده؟ السيد المسيح نفسه كنا كشفت مع الكهنة والفرسيين في مرة لما يكون يتكلمون ويقول لهم إن هو ابن الله، والمرأة اللي كانت في الآب والآب فيا فهم عرضوه قال لهم جابوا لهم الست المزامير. قال لهم طب في مزامير أقول أقول النبي بيقول قال الرب للرب اجلس عن يميني. طب مين هو قال الرب للرب؟ طبعا يقول داوود شغال عن نفسه الرب. قال لهم من قال داوود هذا أو من قال داوود هذا فما عرفوش يجاوبوه، ما عرفوش يجاوبوه. والمسيح برضه بعد القيامة بعد ما مات قبل الأموال قعد 40 يوم يظهر للتلاميذ، 40 يوم يظهر لهم، وكان يقول الكتاب كانوا يكلمهم عن الحكم المختصة ملكوت الله، فكانوا يكلمهم عن كل ما قيل عنه وكتب عنه في موسى والأنبياء والكتب والمزامير. المسيح نفسه هو اللي فسر للتلاميذ ازاي المزامير دي تتكلم عنها. المزامير دي حاجات صريحة ما فيهاش حد أي حد يتكلم عنها، زي سقط يدي ورجلي. محدش في الانجيل كله في التاريخ كله او في الكتاب المقدس كله انسقوا رجليه وايديه الى سيد المسيح وقالوهم على لباسي او قطوعه. هدوم كان معروف ان هو الهدوم دايما لو كان بيعطيه حد ياخد هدوم يعملوا له قطعه ويشوفوا مين يكسبهم او يقسموها لهم. فكان في حتى في هدوم المسيح ما بتتقسمش، تعاملوا على قطوعه داوود اتكلم عليها قبليها بالاف السنين. المزامير تتكلم حتى في المزمور بتقول ملك الله على خشبه، ملك الله على خشبه. مين الملك على خشبه؟ محدش ملك على خشبه سوى المسيح هو في الفداء، اتعلق على خشبه وملك على قلوبنا وملك علينا وعلى حياتنا بيقول هو خلاصنا وهو بيتعلم. فالمزامير بتتكلم كتير جدا جدا، مزمور 95 بيقول قولوا يا لكم ان الرب ملك على خشبه، الرب ملك على خشبه. المزمور 109 بيقول ان الله قدير قال الرب للرب اجلس عن يميني. فالمزامير كلها نبوات، نبوات خاصه بسيد المسيح وخاصه بحاجات كتير جدا واحداث كتير جدا حصلت في حياتنا. لو اخذنا بقى الست العذراء بتتزامير هنلاقي المزمور 45 المزمور 44 او في الاجبيه لو معاك الاجبيه طلعوها هتلاقوا المزمور موجود رقم 44. لكن أخبار بأن الدور المزمور يقول أطلق على قدس المسيح يقول كرسيك يا الله لله الدور، كرسيك يا الله لله الدور. نفس الأمور 44 في الآية 8 بتقول النور والميع على السبيخة من سيارة، النور والميع على السبيخة من سيارة، وهي النور والميع على السبيخة دول اللي هم من سيارة. وهو ده الكف يقول سيد المسيح حطوه معاه أطيار في جسده لما حطوه في الأرض، وهم نفس الأطياب اللي بنستعملها دلوقتي يوم ما عزيمة في الدفنة. نفس الأطياب هي بنجيبها وبيفوقوها تتحط مع سيد المسيح مع كل الدفنة. لو جينا بقى الست العذراء اللي هو في المزمور زي ما قلنا المزمور 44 أو 45 بيقول قامت الملك عن يمينك يصور منشر الذهب مزينة بأنواع كثيرة. قامت الملك عن يمينك يسوع مؤشر الذهب وزينا بأنواع كثيرة.
عشان كده لما الكنيسة تقع واحنا واقفين كده زي ما قاعد كده ضهر الهيكل على اليمين نازح دايما تلاقوا سيكون استعارة في كل الكنائس الأرضية في مصر وبره مصر. أي كنيسة أرضية خصوصية هتلاقوا فيها من ست العطر عن يمين نازح علينا الله. وحتى الأيكون نفسها تلاقي ست العطر شيلها ساب المسيح على إيديها اليسار وهي تبقى على يمين، هي تبقى على يمين جلسة الملكة على يمينك. يسوب مشي الذهب، مشي الذهب يعني كل ذهب الذهب ده بيمز نقاط العرق وطهرتها وقداستها. الذهب اللي هو في السوق بتاعها هو سوق الطهارة وسوق النقاوة، بيمز الست العرق طهرتها ونقاوتها. نفس المزود بيقول مزينة أنواع فضائل كثيرة، مزينة أنواع فضائل كثيرة، مزينة العرق كلها فضائل، مزينة الفضائل كلها اتضاع كلها إيمان كلها عفة وقداسة واحتمال وصبر ومحبة مليئة بالفضائل. والآية 10 من نفس المزمور 45، المزمور 45 نفس المزمور اللي يقول فيه اسمع يا ابنتي واسمي بأذني وأميلي بأذني وانسي شعبي وقويك عليك إن الملك قد اشتهى حسنا. اسمع يا ابنتي وأميلي بأذني وانسي شعبي وقويك عليك إن الملك قد اشتهى حسنا. حياة العذراء هو اللي اتطبق فيها الكلام ده كله، إن هي طفلة صغيرة عندها 3 سنين سابت بيت أبوها وراح وضوء أهلها وضوء الهيكل قاعد في الهيكل. فهي فعلا اللي سابت بيت أبوها سابت أهلها وقعدت مع ربنا لأن الملك الملك وهو الأباء اللي هو رب الإله اشتاق حسنها. فترك بيت أبوها وأمها وعاشت المسيح اللي كل حياتها مكرسة حياتها كلها ربنا. وبعد كده بيكتبها في اسم مزمور 10 إن الملك قد اشتاق حسنها. الملك قد اشتهى حسنا. العذراء كان فيها فضائل كتير عشان كده بننفق تسبيحه تطلع الله من السماء لم يجد من يشبهك من يشبهك الا العذراء العظيمه مريم. المسيح هو ربنا استنى في بيت الزمان سنين كتيره جدا 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 لغايه لما تتولد الست العذراء ويجد في فتاه فيها صفات الست العذراء عشان يتكسر منها. انها فتاه قديسه طاهره عفيفة وقية تعيش بكل قلبها من الله فاختارها لأجل حسنها. كلها محاسن الأخلاق والإيمان والجمال والروح دي متجسد منها ابن الله. ونتكلم عن ابن الله عشان ناس كتير بتتلخبط، عشان ناس كتير بتتلخبط. كل واحد سألني الناس كتير بتسأل، حتى كان في واحدة قبل كده كانت على الميديا سنة البابا واحدة خلينا نسأل البابا مشهورة البابا فردوس أسف يقول إن واحد طفل سنة ما كانش جو يقول له إن الطفل بيقول لها إزاي المسيح كان موجود في الأزل وهو موجود من العطر في بيت الزمان. اللي عايزين نعرفه إن الأبنون الثاني أو الجد والآب والابن روح القدس هما الثلاثة واحد، لكن الأبنون الثاني ما اتوجدش بميلاد السيد المسيح. المؤمن الثاني موجود من قبل كل الظهور، يبقى الايمان موجود منهم الى واحد، منهم الموت الى حق من الى حق، موجود من الان قبل كل الظهور. وسيد المسيح او المؤمن الابن موجود قبل كل الظهور. احنا قلنا قبل كده ان سيد المسيح هو عقل الله او حكمه الله او حكمه الله الناطقه او عقل الله الناطق. هو الحكمه، هو العقل بتاع ربنا نفسه. هو موجود من قبل كل الظهور. موجود من قبل كل الظهور، لكن في بيت الزمان جه وتجسد من ست العذراء واختار ست العذراء زي ما بتقول كده لحسنها ولعفافتها وطهارتها وقداستها عشان كده جه وتجسد منها. لأن الملك اشترى حسني لأنه سيدك ولأنه سيدك فاسجدي له. المزود بيقول كده، المزود بيقول أنه سيدك فاسجدي له عشان خاطر في بعض الطوائف زي ما كنت اقول حاسس وعارف بعض الطوائف تمادت جدا وتمادت في حق العذراء لغايه لما قابلت العذراء. نبص نلاقي في طائفه ما تعترفش بيها خالص ولا تقدسها ولا تنجدها ولا تمدحها ولا تجيب سيرتها خالص، وفي طائفه ثانيه قلدتها وطلعوا بيها اسمها ملك الحبر بلا لبس، يعني العذراء نفسها اتولدت من امها وابوها بدون لبس.
ودي بين على صهر الفلوس. أنا قلت لك قبل كده إن زور اللوب ما تعرفش بيه كنيسة بلدية، ما تعرفش زور اللوب، البابا شنودة قال كده، قال لا نعترف زور اللوب، انحصر فيه بدعة غريبة الحدث بلا دمس، العذراء اتولدت من أمها وأبوها بلا دمس. وده غلط جدا، من العذراء نفسها بتقول اللهم خلصني، محتاجة لخلاص الله يهديني. إذا كانت العذراء زي ما بابا شنودة، العذراء مولودة بدون دمس، مش في داعي المسيح يجي يتعرض لعمرك في الفداء. فعشان كده كنيسة القبطية لا هي تشيل الكرامة على العمرة ولا هي تنزل ولا هي تكلم العمرة. هي حطها في وضعها الطبيعي، هي والدة الإله، هي العذراء إنسانة زينا كلنا، بدأت بالخطية الجلدية وكانت محتاجة للخلاص، خلاص الخطية بتاعت آدم زيها زي كل البشر، ولكن لسان المسيح أو الكون التاني اختارها وجسد لنا في مهد الزمان. زول لوك قال ما بلديت قالت الكلام ده الأصنف حرموها، حرموها من كنيسة خالص. ولما لقوا الناس كلها ماشيين وراها وأي حبايه تروح على الغط أو المغاره زي فيها العذراء، بعد كده اعترفوا بالزول بتاع العذراء ده اللي هو أدى إلى بدعة في الكنيسة اللي هو الحبل بلا دمس. الحبل بلا دمس السنة العظيمة نفسها مش هي حبل بلا دمس اتحبل بيها أمها وأبوها بدون دمس، ده ما تعترفش بالكنيسة. فيقول لها هنا داود النبي زي ما كنت حاسس يقول لها ان عشتها حسني لانه سيدك له كالذنوب له، انه سيدك كالذنوب له. فالمزمور رقم 45 في الكتاب المقدس يقول رقم 45 في الاكبية يقول رقم 44 بيقول في ايه 13 كل مجد إلة الملك من داخل، كل مجد إلة الملك من داخل. نجد الست العذراء كل الفضاء بتاعتها كانت محتفظه بيها، كل الحاجات الحلوه اللي شافتها ما اتكلمتش عنها، عمرها ما قالت لهم ده انا ابن المسيح او ابن المسيح، انا ام المسيح او ام المسيح، عمرها ما قالت لهم ده نبدا بيعمل معجزات. حتى لما جه شكل فيها يوسف ما كلمتوش، ما قالتلوش، ما حكتلوش حاجه، ما حكتلوش ان هي جالها الملاك، وان هو بشرها انها تبت بدون زرع البشر، وان روحها كل سبيلك كنت العنيف ظهر العنيف وروحه كل ظهرك ووزن داوود لبنتي بعد من الله، ما حكتلوش حاجه خالص. سابت يوسف شاكك فيها لغايه لما جه الملاك هو نفسه وقال له، هو نفسه قال له، قال يا يوسف الا ذلك لا تعقل تقص امرأتك وانا كلمه امرأتك تعني خطيبتك، لان في العهد القديم كان خطوبه اليهود كان زي عامله زي كده في الكتاب تعتبر زوجه، لكن عشان تبقى زوجه كامله دي فلازم نعمل احتفال تاني وبعد كده تبقى زوجته كامله. لكن العذراء كانت مخدومه ليوسف في حكم كتب الكتاب عند اخواننا التانيين. ف لله كل مجد لله في الملك من داخل، العذراء كلها فضائل ما حكتش ولا حاجه، ما حكتش ولا حاجه ولا قالت ولا حاجه، جالس حكي شويه مع لوقا، لوقا الطبيب او لوقا البشير كاتب من جيل لوقا اللي بيقارن التاريخ ان هو قاعد معاها، وان هي حكت له حاجات كتير اللي حصلت في البشاره. فعشان كده بيقول فتحت التدقيق كل ما حدث من زوجات وانا كان بيكتب ساوتينوس العزيز ساوتينوس. العاده كل عبيتها ربنا من جوه وكل اللي شافته كتاب بيقول كانت تحتفظ بكل هذا القلب. ما كانتش بتفتح حاجه خالص، ما بينش حاجه خالص، ما تقولش حاجه خالص. بتاخد الحاجات خلت البشارة واحدة في قلبها من قبلت، حملت ولدت بس كده الرعاة جايين جايين فرحانين شافوا الملائكة، طبعا قالوا لهم شافوا الملائكة والملائكة قالوا لنا اللي هو في يوم مخلص هو يسوع، وبعد كده شافوا الملوك، الملوك جايين يزدونها ويزدوا ابنها ويقدموا هدايا. كل اللي احتفظ بيه تبقى بيها. ولما بابا يقول برضه نحن نفسي نقول يا ريتك يا عبده حكيت لنا عن شفتيه وعن سمعتيه وعن احساساتك وشعورك بالحياه مع المسيح. لكن انت كل مجد زي ما بيقول المزمور كل مجد الا الملك من داخل. نفس المزمور بعديها على طول كان 13 مش كامله الاطراف مشابه الزمن. مش كامله الاطراف مشابه الزمن. يعني حتى الحاجات البسيطه اللي في حياتها كلها فضائل وكلها معبره وكلها حب. زي ما اتكلمنا في الحد اللي كانت ازاي محبه العذراء كان عندها محبه
بيها وتغيبها للتلاميذ وللمسيح، وعندها محبة حتى للجيران، وإنها محبة جدا. كانت تحب يوسف النجار كرجل كبير يخدمها، يوسف عليهم هو ابنها، وكانت تقدمه في الكرامة، وتقدمه هو قبل منها وقبل سيد المسيح، ووزن أبوه وأنا كنا حيوانين حقيقيين عليه مش حقيقيين. الآية 14 نفس المزمور 44 في الأكبية بيقول إيه؟ بيقول مش كامل الأطراف مشابهة بالذهب بملابس متغرزة، ملابس متغرزة يعني ملابس مشغولة، ملابس مشغولة فيها تعب، فيها شغل، فيها تعب، فيها جهاد. العضل في حياتها جاهد كتير، جاهد وبتعب كتير، ما تفكرش موفرها بس كده. دي أول جهاد في حياتها عندها ثلاث سنين، تسيب أمها وأبوها وتقعد في الهيكل وتقوم طفلة عندها ثلاث سنين وتشتغل في الهيكل وتشتغل وتقعد وتقعد عندها ثلاث سنين، وبعد كده حياتها كانت كلها جهاد. نشوف كانت تقعد يوسف النجار راجل كبير تقعد لنفسها، وبعدين تيجي في ملاك البشارة هتطلع تروح يهودية، وبعد كده ترجع وتبي يوسف يشك فيها، وهي ما كانتش بتقول ولا كانت بتتكلم، وكانت حتى كلها جهاد. سافر مصر، سافر مصر صعب جدا، ما كان في لا قصر ولا طياره ولا عربيه ولا حاجه من كده خالص. تسافر وتقعد تتنقل متغربه من يوم ليوم لسنه ثانيه للثالثه، ثلاث سنين في مصر وهي بتجاهد وتعبانه من اجل الحفاظ على بيته يسوع عشان يتم الفداء في معاده وزي ما عايز ربنا. فهي بالملابس المتغرزه. الآية 15 جميلة جدا، بتقول تدخل إلى الملك عذارى في أسفاره، تدخل إلى الملك عذارى في أسفاره. يعني حياتها هي العذرة ونقوتها في عذارى كتير تبعوها ومشوا وراها ومشوا زيها. ونشوف فعلا إن في كتير من البنات والشابات بيحبوا حياة البطولية وحياة التكريس بسبب الست العذرة، وبيروحوا يدرسوا حياتهم ويطهروا ويروحوا يعيشوا الجنة أو يعيشوا مكرسين لخدمة المسيح وعلم المسيح وكنيسة المسيح. ويقول المزمور تدخل الملك عذارى في أسفاره، إلى الملك وراء الأرباب. ناس كتير بتخش في مجال في طريق الرهبنة وطريق التكريس بسبب الست العذراء، تعلموا إنها خلص حياتها كلها لسبب المسيح، فدخلوا وراها عذارى كتير. كل ده مكتوب في المزامير، كل ده المزامير أيدينا. بعد كده آية 15 بنفس المزمور 44 كله لو تراه كله عجب، كله بيتكلم عن الست العذراء من ثلاث بعد ربع كده لغاية الآخر، بيتكلم عن الست العذراء وحياة الست العذراء. جميع قريب جميع قريبها إليه يخبرون بيخبرون بفرح وابتهال، كل ما رأيت وجدت إليها يبلغون بفرح وابتهال. طب ده حصل فين حياة العذراء؟ حصل فين رأيت ربهم وهم روحانيين؟ لما قابلت القديسة بصبات، قابلت القديسة بصبات، نشوف قريبتها هي بصبات نسوتها زمانها هناك جوازة نسوتك بصبات حامل في الشهر السادس. أول ما العذراء حطها حصل إيه؟ بتقول لها أول ما سمعت صوت سلامك في أذنية ارتقب الجنين بالفرح، ارتقب الجنين بابتهاج أو ابتهج الجنين بالفرح في بطني. أول ما سمعت صوت الست العذراء بس، راحت الست العذراء وهي فرحانة جدا وتقول لها من أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ من أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ جميع الترجمات عربي فرنساوي إنجليزي في كل الترجمات الكتاب المقدس مكتوبة من أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ ولد الله، العذراء ولد الله بشكل من الأمة عندنا، ده دي صلاة الكتاب المقدس في السفر الثاني مسحاق بوركا، يقول لها من أين لي تأتي أم ربي إلي؟ وتقول لها فرح، تقول لها مين أنا عشان تجيني أم الله تيجي لغاية عني. فدي من قرايبها اللي قالوها بفرح وابتهاج، وابتهج لحد المعدلان هو بطن أمه، وابتهج بإصابات بمقابلة الست العذراء بابتهاج وفرح، بيتم المزمور في هذه المعدلان. بعديها في آية 15 برضه يقول لك يدخلون ملائكة الله كتبوا عن دخول الست العذراء وطفل يسوع بعد العيد من ولادته مع اسم النجار عشان خاطر يقدموا عنه ذبيحه فرخين حمام زي ما قال الشريعه. وفي المقابله دي ابو اسماعيل الشيخ الذي قال
الآن الآن العبد بسلام حسب قولك ونعلمك بصدق خلاصك. قبل سمعان الشيخ وقبل حنة وحنة النبية وابتهجت جدا قاعدة 70 سنة بعد الترمون، تجوزت 7 سنين وجوزها مات، قعدت 70 سنة في الهيكل عايشة في أسوان وصيدلان مستنية تشوف المخلص، فشافت السيد المسيح وهو طفل 40 يوم داخل معصية العذراء وابتهجت وفرحت وفرحت بيه وكملت وقالت في ساعتها جدا معاك. الواحد سيد المظلوم ده 44 في الربيع الواحد يعجز يتكلم عن كل الحاجات اللي فيه مظلوم بيقول ادق التفاصيل حصلت في حياه الكنيسه وحياه المسيح العذراء. نبص نشوف على كده نفس المظلوم يقول ايه؟ يقول ويكون لك ابناء عوضا من ابائك، ويكون لك ابناء عوضا من ابائك، ويكون لك ابناء عوضا من ابائك. مين هم الابناء دول؟ مين الابناء اللي كانوا عوضا من ابائك؟ الابناء دول هم الرسل اللي هم راحوا كلهم رؤساء، كلهم رؤساء على سائر الارض، كلهم رؤساء مظبوط كده. يقول ويكون لك ابناء عوضا من ابائك، كلهم رؤساء على سائر الارض. هم الاباء الرسل اللي هم بعد كده قاموا الرسل وبقوا رؤساء الكنيسه على كل الارض. جوابع الكنيسه في كل الارض في الاسكنه كلها، مقاصد الارض كلها قصيره، فالرسل الاحبار راحوا في كل مكان وبشروا وبقوا هم رؤساء الكنيسه اللي هم عوض الاباء الاوليين. ممكن نقول عن الاباء اللي هم اباء الكهنه ورؤساء الكهنه اليهود اللي هم بوظوا الشريعه وبوظوا العباده وابتدوا يفكروا في نفسهم ويفكروا في عنصريتهم وانتخبوا القشور الاهليه من خلال عقولهم يعلموها للناس وابتدوا يعلموا عن طريق الله السليم. عودي عن ابائك في كل الارض رؤساء الكنائس ضعف فرصتهم في الكنائس. الكلام الاكثر اجمل من كده يقول لك ايه؟ رؤساء اللي هم رؤساء الكنائس دول ابناء تبين رؤساء على سائر الارض. التنين يقول لك ايه؟ ويذكرون اسم من جيل الابين، يذكرون اسم من جيل الابين. فين يذكر اسم عبد من جيل الابين؟ الكنائس. الكنائس بتاعتنا موجوده في كل مكان. الكنائس الرسوليه كلها معترف بيها، يذكر اسم العبد من جيل الابين، وهي نفسها كانت موسى كان فوزها موسى كان جميع قبائل القوم وجميع الاجيال القوم. وزن من الآن يرجع في الجواب الحدث يقول لك أبناء عمر عن أبناء أبائي تبين رؤساء على سائر الأرض ويصبرون اسم الجيل إلى ويصبرون اسم الجيل إلى الجيل. دي الجواب دي كلها اللي كانت كلها دي موجودة في مزبوط واحد بس اللي هو مزبوط 44 في 45 في القديم. بعد كده في مزبوط 68 والأعمال مجيدة وأعمال عظيمة تشكيلك عن الخير الذين تظهر والذين الذين شكروها بالناس العذراء هي المدينة العظيمة اللي سكن فيها السيد المسيح في حشرها وعاش أحضرها معاها كل حياته لغاية لما ابتدى خدمته في سن الـ30. هي المدينة الله العظيمة أعمال مجيدة تشكيلك عن الخير الله العظيم. وفي نفس المزمور 5 يقول أما سبيل الأم فتقول إن الإنسان والإنسان ورد فيها والعلي هو الذي أسسها إلى الأبد. أما سبيل الأم فتقول الإنسان والإنسان ورد فيها والعلي هو الذي أسسها إلى الأبد. تشوف العذراء كلها موجودة في المزمور إزاي بيوصف إن هي كلها فضائل إن هي تجلس على يمين الآب جلسة الملك على يمين الآب على ومن الأمين والآب الملك تجلس الملك على يمين الملك وجالس العذراء متوجة وجاءت عشان هي الملكة وتجلس على يمين الملك دايما على يمين الهيكل. والصورة دي فكرنا في الفرح ما بيجي العريس والعروسة والرسول تجاه برضه وبيحط العروسة على يمينه ودايما تقف على يمينه ولابسة ثياب الملكة على يمين الملك. نتكلم في المزامير لأنها حاجات كتير جدا 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 ليا ساعة وقت أنا بتكلم
كل حياة العقل كل حياة الكنيسة كل حياة المسيح. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ونعيش بشفاعة سيد العقل في حياة مقدسة بسبب المسيح.